من يوم ما اتولد مشلول شل الرباعي، معاق جسديا وعقليا، ما يتكلم ولا يسمع، بس يشوف بعيونه، احساسه كامل، ياكل من خشمه بالليل، يدخلوا له لي من انفه لين بطنه، ياكل سوائل فقط ولا يتكلم، عشان ما منه فايده ما يتكلم، اهله يدخلوا له 3 وجبات في اليوم، يفطروه ويغدوه ويعشوه فقط، وينظفوه مره واحده في اليوم، يعني زيه زي الكرسي بس فيه الروح. في يوم من الايام فطروه في الصباح وخرجوا من عنده، ما رجعوا له الا في الظهر، لما جوا يغدوه يا اخواني اتفاجئوا انه الشرشف اللي عليه كل الشرشف اللي فوقه دم. حصلوا فار اكل 2 من اصابعه وهو يطل في البفار ويبكي. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون. ما قدر ينادي الناس، ما قدر ينادي اهله، الفار ياكل اصابعه، وانا وانت ايش نسوي بالاصابع هذه؟ كم مسكنا الدخان بها، كم مسكنا الريموت وقلبنا، كم شغلنا الاغاني بالجوال، كم رسلنا مقطع خليع لغيرنا. وقسم بالله يا اخوان، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم.